عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم الدكتورة دعاء عامر، والنهاردة إن شاء الله هناخد محاضرة جديدة من محاضرات آثار مصر في العصر الفرعوني للفرقة الثالثة إرشاد سياحي. والنهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا عن المواقع الأثرية اللي هي موجودة في النوبة، وطبعا تم نقلها زي ما قلنا قبل كده حفاظا عليها من غمر المياه بعد بناء السد العالي. ومن ضمن المواقع دي موقع معبد يسمى داكا تامبل. داكا تامبل، the temple of داكا stood 40 kilometers north of its present site and was disseminated and reconstructed at a new spur by Egyptian Antiquities Organization between 1961 and 1965. يبقى معبد داكا، المعبد بتاع داكا طبعا وقف على بعد حوالي 40 كيلومتر، 40 كيلومتر شمالا of its present site من موقعها الحالي، and was disseminated، وتم نقله بعد كده وتم إعادة تشييده لمنطقة تسمى نيو سبوع أو السبوع الجديدة عن طريق وزارة الآثار، وده كان ما بين عام 1961 و1965. يبقى تاني معبد دكة ده أحد معابد النوبة، أحد معابد النوبة اللي طبعا كان خطر عليها اللي هي تبقى موجودة في هذا المكان وغمرها من المياه، لذلك الحكومة المصرية قررت اللي هي تنقلها زي معابد تانية، وهي كانت بتقف على بعد حوالي 40 كيلومتر شمال الموقع، وبعد كده اتنقلت تاني الموقع تاني بتسمى بنيو سبوع عن طريق وزارة الآثار ما بين عام 1961 و1965. The temple was started by the Meroitic king Archimani and was added to by his contemporary Ptolemy of Egypt with the decorations of by later Ptolemies. عندنا طبعا بعد كده ان المعبد ده كان تم بعد كده بناؤه عن طريق حاكم نوبي يسمى ميليوتك، اللي هو حاكم الميليوتك اللي كان يسمى كينج أركماني، وبعد كده تم بناؤه في فترات لاحقة، في فترات لاحقة بعد كده بدءا من بطليموس الرابع والخامس والسادس والسابع، طبعا على فترات متعاقبة تم بناء وتكملة هذا المعبد. وبعد كده البطالمة برضو ملوك البطالمة قرروا ان هما يعملوا بعض الديكوريشنز او بعض الزخارف اللي موجودة على حوائط هذا المعبد عن طريقهم. In Roman period a pylon and sanctuary were also added. يعني في خلال العصر الروماني كان في كمان بايلون، كان في صرح وسانكتوري وقدس الأقداس كان تم إضافته. يعني في خلال العصر الروماني كان في صرح وقدس أقداس were also added، كان تم إضافتهم بعد كده. يبقى عندنا دلوقتي في عصرين، خلال العصر البطلمي وخلال العصر الروماني. كان الأول طبعا بدأ المعبد ده عن طريق مريوتك، عن طريق حاكم مريوتك اللي هو كان يسمى أركماني. بعد كده جه بعد ملوك بطالمة من بطليموس الرابع والخامس، وبعد كده الليتر بطالمس كملوا الديكوريشنز اللي هي والأبنية اللي موجودة جوه المعبد. أما بخصوص الرومان بيريود أو في العصر الروماني، كان في عندنا البايلون والسانكشوري، كان في صرح وقدس أقداس وير أولسو أدد، كان تم إضافتهم بعد ذلك. Also the Greek name for the town of Daka was Basileus, meaning the scorpion, and the temple was dedicated to a local form of Tahut, the god of wisdom known as Tahut of Pinus. عندنا طبعا على الرغم من الاسم اليوناني للمدينة داكا كان بسكاليس اللي هي بتعني السكوربيون أو العقرب، المعبد كان تم تخصيصه باسم اللوكال فورم او بالشكل المحلي لتحوت. فعندنا هنا ان الاسم اليوناني اللي كان موجود للمعبد كان بسكاليس اللي هو كان بيعني العقرب، ولكن المعبد كان تم تخصيصه لاله محلي مصري هو كان تحوت اللي هو the god of wisdom known as تحوت of بنبوس او تحوت بنبوس. احنا عندنا دلوقتي الاله الاساسي اللي كان موجود في هذا المعبد او dedication او تخصيص هذا المعبد
كان الإله توفوت اللي هو كان بيعتبر طبعا إله الحكمة، وأطلق عليه هذا المعبد توحوت أوف بينبوس أو إله توحوت أوف بينبوس. The temple follows the traditional plan with the entrance, pylon, open court, greenhouse and sanctuary. Also the side walls of the open court beyond the pylon have now disappeared. يعني عندنا هنا المعبد، احنا طبعا بيتتبع التصميم الأساسي اللي هو أو التقليدي للمعابد المصرية، اللي هو بيتكون من الانترنس، من أول المدخل بيبقى عندنا في البايلون، وفي عندنا الأوبن كورد. البايلون هو الصرح، والأوبن كورد طبعا الفناء المفتوح، تمام. الاتنين دول بيبقوا طبعا مع بعض، وفي كمان عندنا البروناوس، وعندنا في كمان السانكشوري قدس الأقداس، وعندنا كمان في also the side walls، وفي حوائط جانبية موجودة عند الأوبن كورت أو الفناء المفتوح، وفي كمان points of pylon have now disappeared. في بعض الحوائط الجانبية، وفي كمان بعضها كانت موجودة خلف البايلون أو السطح، ولكنها طبعا اختفت. ده طبعا شكل للمعبد نفسه من الخارج، وهنا طبعا عندنا البايلون، وبعد كده عندنا الأوبن كورت، وطبعا بينتهي بالسانكتري. ذا المحرقة تمبل أو معبد المحرقة. The temple was moved to New Spore by the Egyptian Antiquities Organization in 1961. معبد المحرقة تم نقله إلى منطقة سبوع الجديدة عن طريق وزارة الآثار أو هيئة الآثار المصرية إمتى؟ سنة 1961. إحنا عندنا معبد السبوع سنة 61 قررت وزارة الآثار المصرية اللي هي تنقله إلى مكان جديد، هو نيو سبوع أو السبوع الجديدة. The decoration of the temple was never completed. Floral columns capitals remained unfinished. And although the temple is usually described as being dedicated to Serapis. عندنا هنا المعبد أو الزخارف بتاعة المعبد اللي موجودة، الزخارف بتاعتها decoration of the temple was never completed. الزخارف بتاعة معبد المحرقة لم يتم إكمالها، وحتى الفلورال كولومز اللي هي الأعمدة اللي بزخارف أو بكراونز كان نباتية بقيت unfinished، اللي هي ما تمش الانتهاء منها على سبيل المثال. يعني الزخارف اللي موجودة في المعبد ما تمش الانتهاء منها، وحتى الأعمدة نفسها الزخارف بتاعتها النباتية ما تمش الانتهاء منها. And also the temple is usually described as being dedicated to Serapis. وكمان على الرغم من كده المعبد كان تم تخصيصه للإله سرابيس. طبعا الإله سرابيس كان تم عبادته في بداية العصر البطلمي، وكان بيمثل زي سرابيس وحربوقراط وأيزيس بالنسبة للتوريات الشهير في خلال العصر البطلمي، يتم عبادته عن طريق المصريين وعن طريق البطلمي. فاحنا عندنا المعبد ده كان تم تخصيصه لعبادة الإله سرابيس بشكل أساسي. مهم ان احنا كمان نعرف ان احنا عندنا معبد المحرقة للأسف ما تمش الانتهاء من زخرفته بشكل كامل، حتى الأعمدة بتاعته ما تمش الانتهاء منها. There is evidence that the temple of المحرقة was later used as a Christian church. Some folding is preserved over the east door where the original entrance of the temple was closed up and plastered. في بعض الدلائل ان المعبد ده كان تم استخدامه، معبد المحرقة تم استخدامه ككنيسة بعد من خلال العصر المسيحي، زي بعض المعابد اللي احنا ذكرناها قبل كده. فمعبد المحرقة من ضمن المعابد دي اللي كان تم تحويل جزء منها ككنيسة او كريستيان تشيرش. في كمان some folding اللي هي بعض الأعتاب الموجودة is preserved over the east door، موجودة على الباب الشرقي where the original entrance of the temple was closed up and plastered، في حيث كان في نفس الوقت كان في المدخل الأصلي للمعبد كان تم غلطه وعمل فيه بلاسترز وتم كسره طبعا بمادة الكسر. دي صورة طبعا من فوق هنا بتوضح لنا المعبد نفسه
بتاع المحرقة والمدخل نفسه، وعندنا هنا بعض الأعمدة الباقية. ولو لاحظنا إن على جدران المعبد هنا وحتى على الكرنس من جوه مفيش أي زخارف. طبعا من ضمن أهم المعابد اللي هي كانت اتنقلت ما بين 1960 و 1980 عند بناء السد العالي معبد أبو سمبل، يعني تعتبر من أشهرهم معبد أبو سمبل. وكثير من الكاست أو السياح بيبقوا حريصين طبعا على زيارة معبد أبو سمبل بشكل هام. طبعا هو كان اتعمل ريسكيوت ليه أو إعادة إنقاذ in 1960 from the rapidly rising waters of Lake Nasser and the rock, the two rock temples of Ramses II at Abu Simbel, particularly the Great Temple. احنا عندنا تم إعادة إنقاذ طبعا للمعبد في سنة 1960 من الدمار السريع اللي هو كان ممكن يحصله بسبب ارتفاع المياه من بحيرة ناصر. و the two rock temples المعابد طبعا اللي هي منحوتة في الصخر بتاعة رمسيس الثاني آت أبو سمبل الخاصة برمسيس الثاني، ومن ضمنها أيضا المعبد اللي هو the great temple أو المعبد العظيم. فاحنا نقدر نقول إن معبد أبو سمبل هو من المعابد الروك تمبلز اللي هي منحوتة في الصخر، وتعتبر من أجمل المعابد اللي خاصة برمسيس الثاني. Observe different proposals had been put forward for saving Abu Simbel and Egyptian Siem to cut the temples into blocks of stone and rebuild them on higher ground was one adopted. طبعا بعد إجراءات عديدة ومحاولات عديدة to put forward for saving Abu Simbel لمحاولة إنقاذ معبد أبو سمبل، قرروا اللي هم to make Egyptian Siem اللي هم يعملوا شكل مماثل لشكل المعبد من الخارج، و to cut عشان ينحتوا فيه أو يضعوا فيه البلوكس الأحجار بتاعة المعبد كله ويبدأوا ينقلوها طبعا ويعيدوا بنائها في مكان مرتفع طبعا عن الأرض، بحيث اللي هي المياه لا تستطيع طبعا الوصول إليها مياه بحيرة ناصر. فقرروا إن هما يبدأوا يقطعوا الكتل أو البلوكس اللي موجودة في المعبد ويبدأوا ينقلوها داخل جبل مشابه للمكان اللي هو موجود فيه المعبد الأصلي. An international team of engineers and construction workers from Germany, Italy, France, Sweden and Egypt under UNESCO with 3,000 people labored for 4.5 years from 1964 to 1968. طبعا كان في فريق دولي من المهندسين والكونستراكشن وركرز والعمال التشييد المهارة طبعا الخاصين بعمليات النقل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والسويد وكمان مصر تحت طبعا إشراف منظمة اليونسكو و 3000 بيبل. وكان في بيشتغل في عملية النقل حوالي 3000 شخص، يعني كان في حوالي 3000 شخص كانوا شغالين في عمليات النقل. labored for four اشتغلوا لمدة حوالي 4.5 years يعني لمدة 4 سنين ونص من سنة 1964 لغاية سنة 1968، يبقى قعدوا حوالي 4 سنين ونص اللي هما ينقلوا معبد أبو سمبل من المكان اللي هو موجود فيه ل higher hill لتل زي ما نقدر نقول تل أو جبل مرتفع عنه شوية، ويبدأوا يقطعوا الكتل اللي هي موجودة فيه ويضعوها في هذا المكان الجديد. وشارك في النقل عمليات النقل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والسويد ومصر كمان، واشترك زي ما قلنا حوالي 3000 شخص لمدة 4 سنين ونص في هذا العمل. The great temple was sewn up into 807 blocks, a small temple into 235 which is stored nearby while the new site was prepared. طبعا احنا عندنا في المعبد الكبير والمعبد الصغير، فأبو سمبل ذا كريت تمبل المعبد الكبير بيتكون من حوالي تطلب نقل حوالي 807 بلوكس، اما المعبد الصغير بيتطلب حوالي 235 بلوكس تم تخزينهم طبعا من قبل عمليات النقل والاستعداد لعمليات النقل.
Construction of the temples started under Reuni, who was viceroy of Nubia during the first decade of Ramses II's reign, and they were dedicated in year 24 when the viceroy was Hikanti. طبعا التشييد بتاع المعبد ده او تشييد المعبد الخاص برمسيس الثاني كان تحت اشراف حاكم الاقليم اللي كان بيسمى يوني. يوني ده كان حاكم اقليم النوبة خلال the first decade، خلال العشر سنين الاولى من حكم رمسيس الثاني. وبعد كده they were dedicated in year 24. بعد كده تم طبعا تخصيصهم او الانتهاء منهم في سنة 24 when the viceroy was Hikanti، لما جه حاكم اقليم اخر. يبقى في سنة 24 طبعا من حكم رمسيس الثاني تم الانتهاء منه، وطبعا فضل لمدة حوالي 10 سنين يبني المعبد ده، وهو بدأوا ايوني اللي هما كان حاكم اقليم النوبه في هذا الوقت. Both these officials left stela at Abu Simbel with inscription regarding their contributions to the building of these monuments. احنا عرفنا منين ان حكام الاقاليم، يعني نقدر نقول ان هم كانوا مشاركين بشكل اساسي في بناء معبد ابو سمبل عن طريق اللوحات اللي هي تركت في معبد ابو سمبل، واللوحات دي بتسجل النقوش اللي موجودة بإسهاماتهم اللي هي كانت موجودة للبنى الخاص بالمونومنتس أو خاص بالآثار اللي هما طبعا شاركوا فيها. The great temple أو المعبد العظيم، the great temple extends into the mountain and was dedicated to the gods Amun Ra and Ra Horakhti and to the Tibet divide Ramses II بتاح the other principal gods of Egypt also appears in the sanctuary. يبقى احنا عندنا المعبد العظيم، المعبد العظيم طبعا بيمتد extended to the mountain الجبل، طبعا داخل الجبل، وتم تخصيصه للآلهة أمون راع وراح وأختي، يعني معبد العظيم في أبو سمبل كان تم تخصيصه للإله أمون راع والإله راح وأختي. وطبعا دي طبعا رمسيس الثاني بحكم ان هو كان بيتم عبادته، وبتاح the other principal gods of Egypt، وبتاح هو طبعا احد الالهه اله الحكمه وكان احد الالهه الاساسيين في مصر، وبرده بيظهر بتاح في السانكشوري في قدس الاقداس. فاحنا عندنا في اربع اشخاص، في اربع الهه كان بيتم عبادتهم بشكل اساسي في هذا المعبد، وده اللي كان واضح حتى لما هنيجي نلاحظ في السانكشوري او في قدس الاقداس هنلاحظ ان الالهه الاساسيين اللي بيظهروا في كتير من الانسكربشنز في النقوش او في قدس الاقداس داخل معبد ابو سمبل هنلاقي فيه امور راع وراح وراختي ورمسيس الثاني وبتاه، يعني دول يعتبروا البرنسبال جادز او الالهه الرئيسيين اللي موجودين داخل المعبد. The impressive facade of the temple، الواجهة الرئيسية أو المؤثرة للمعبد which is cut to represent a pylon is fronted by four closer seated statues of Ramses II. يعني احنا عندنا ال impressive facade أو الواجهة المؤثرة للمعبد اللي هي بتكون منحوتة في اللي هي بتكون منحوتة بتمثل البايلون أو بتمثل الصرح، يعني احنا أول ما هنشوف الفساد هنتخيل اللي هي كأنها بشكل الصرح أو البايلون. is fronted تم طبعا في الجزء الأمامي منها four colossal seated statues، في أربع تماثيل ضخمة بتمثل رمسيس الثاني. فاحنا عندنا التمبل اللي خاص بأبو سمبل في الواجهة في الفساد اللي هو الجزء الانترنس أو جزء البايلون اللي احنا هنخش فيه، هنلاقي فيه طبعا أربع تماثيل ضخمة، الأربع تماثيل دول بيمثلوا رمسيس الثاني. Those on the south side are incomplete perhaps because of the collapse of the second colossus. طبعا في الجزء الجنوبي بيكون لسه ما كانش incomplete، ما كانش مكتمل، ربما بسبب انهيار لبعض التماثيل الاخرى اللي طبعا كانت موجودة مخصصة لرمسيس الثاني. هنا لو لاحظنا هنلاقي فيه هنا دي الواجهة اللي هي موجودة اللي خاصة بمعبد أبو سمبل، وهنلاقي المفروض هنا فيه
أربع تماثيل خاصين برمسيس التاني، وهنلاقي طبعا في هنا تمثال، التمثال ده في الواجهة بتاعة البايلون أو في الدخول للمعبد، ولكنه طبعا بشكل بارشلي أو جزئي، الجزء العلوي منه مدمر. وهنا طبعا هي تعتبر من أضخم التماثيل اللي هي موجودة هنا في المعبد، واللي خاصة بالملك رمسيس الثاني. وهنلاحظ هنا المعبد هو منحوت بشكل كلي داخل الجبل بشكل شبه كامل. The most important stela is the one at the south of the terrace, which is known as the marriage stela because records the marriage in year 34 of Ramses II to the daughter of the Hittite king Hatshepsut III as a way of sealing the alliance between Egypt and the Hittites. Began in year 21 of Ramses with the signing of the peace treaty between their two nations. طبعا اللوحة اللي هي تعتبر أكثر أهمية، والإنسكريبشن اللي هي تعتبر نقدر نقول اللي هي أكثر أهمية، هي اللي موجودة في الساوث، هي اللي موجودة في الجنوب من الشرفة من التراث، which is known، وهي معروفة بالمارج ستيلا أو لوحة الزواج. وطبعا هي مرتبطة برمسيس الثاني. عشان إيه هي سبب أهمية اللوحة دي؟ عشان اللوحة بتسجل the marriage in year 34، بتسجل زواج رمسيس في سنة 34 من حكمه to the daughter، لابنة ملك الحيثيين اللي هو كان هاتسول the third أو هاتسول الثالث. طبعا احنا عارفين كان في معارك ما بين الحيثيين ورمسيس الثاني، عشان كده هو قرر نوع من أنواع التحالف اللي هو تزوج ابنته as a way of sealing the alliance، ده نوع من أنواع هو يسرق التحالف بين مصر والحيثيين. تمام. وبيجان إنير، وبدأ في سنة 21 من رمسيس with the sign of the peace treaty between them and their nation. وبدأ من سنة 21 طبعا يحصل نوع من أنواع السلام بينهم وما بين الحيثيين ورمسيس الثاني، طبعا بعد المعارك الشهيرة اللي حصلت بينهم، ومنهم معركة قدس. يبقى احنا عندنا في سنة 34 في لوحة شهيرة في المعبد تسمى بالمارج ستيلا أو لوحة الزواج، وهي بتظهر زواج رمسيس الثاني من ابنة ملك الحيثيين أو هيتيت كينج، هو كان يسمى هاتسول ذا ثيرد، ده نوع من أنواع الأليانس أو التحالف ما بين مصر وبلاد الحيثيين. هنا طبعا هنخش، هنلاقي احنا اول ما بنخش من البايلون هنلاقي بعد كده في البايلون، بعد كده هنلاقي الهيبوستايل والاوبن كورد موجودين، وفيهم طبعا التماثيل الخاصة برمسيس الثاني على اليمين وعلى الشمال. وهنلاقي هنا لو بصينا في الاخر خالص هنلاقي ده السانكشوري او قدس الاقداس. قدس الاقداس احنا قلنا طبعا هنشوفه في الاخر ان شاء الله، بيبقى فيه التماثيل اللي من ضمنها بتاح وراح والاختي ورمسيس الثاني بقى من راع موجودين داخل السانكشوري، اللي هو طبعا معروف السانكشوري هو بتسلط عليه او بتسلط عليه الشمس واللي مرتين فيها العين. دي صورة تانية بتوضح لنا طبعا الأربع تماثيل اللي موجودين، الأربع تماثيل اللي موجودين جوه ال جوه السانكشوري أو قدس الأقداس. طبعا احنا عندنا الأربع تماثيل بيبدأوا هنا براع حور أختي بيبقى في الأول، وعندنا في الآخر بيبقى بتاع، وعندنا هنا بيبقى فيه آمون رع ورمسيس، آمون رع ورمسيس الثاني في النص. وطبعا بيشرقوا الشمس على ثلاثة ما عدا بتاع، بيقال إن بسبب إن بتاع هو إله يمثل الظلام، عشان كده كانوا بغرض إن طبعا بتاع ما يسلطش عليه الشمس ويصل طبعا في الظلام. The magnificent sitting colossi of the temple facade, each 20 meters high, the king is wearing short blade kilt on his head, the double crown and the sacred cobra, the fourth bird symbol of authority attached to his chin and his hands raised on his wrist. هنا طبعا التمثال الضخم اللي هو الموجود في التمبل، في واجهة المعبد كلها each 20 meters high، يعني هي حوالي 20 طولها حوالي 20 متر،
والملك is wearing، الملك هو بيرتدي حوالي بيرتدي short pleated kilt، الكيلت بتاعته او السكيرت بتاعته النقبة اللي تسمى بي هي قصيرة، و on his head وعلى رأسه بيضع ال double crown او التاج المستور و السكرت كوبرا او الكوبرا المقدسة كمان، وبيرتدي كالعادة full spirit symbol الرمز اللي هو الساقن المستعارة of the authority، رمز طبعا السلطة. attached to his chain and his hands raised his hands، وطبعا حاطط ايده على ركبته. فتاني التمثال التماثيل اللي خاصة بيه رمسيس التاني في هذا المعبد بيكون مبتدي الشورت بليتد كيلت، وكمان حاطط على رأسه الدبل كراون أو التاج المزدور، وفي كمان السيكريت كوبرا بتبقى موجودة، والفورس بيرد سيمبل، وفي كمان الهانس بتاعته بتبقى موجودة على النيس بتاعته أو على الكوبرا موجودة على ركبته. دي صورة تانية هنا بتوضح لنا زي ما احنا قلنا، لو بصينا هنا للتمثال اللي خاص برمسيس الثاني بيبقى طبعا هو مبتدئ الدبل كراون، وفي كمان الكوبرا بتبقى موجودة، وكمان بيبقى طبعا الهيد ريس بيبقى على راسه، وفي الفورس بيرد، وفي بيبقى ايده طبعا موجودة على على ركبته، وبيبقى مبتدئ هنا الشورت بليدد كيلت او النقبة بتبقى طبعا هو مرتديها. Each statue has its own title inscribed on its shoulder, reflecting the divine aspects of Ramses II kingship, such as the ruler of the two lands. طبعا كل تمثال هنا بيبقى عليه اللقب اللي هو بيبقى منقوش على الشولدر او على الكتف، اللي هو بيعكس الاوجه العباده الخاصه برمسيس الثاني وملكه، اللي هو كان بيطلق عليه the ruler of the two lands او حاكم الارضين، اللي هو يقصد به الشمال والجنوب. Besides the legs of the colossi are smaller statues of members of the royal family such as Queen Mother Mutoi, Queen Nefertari, Princess Merit Amun. طبعا هنا كمان الى كبار التمثال بتاعه بيبقى فيه تماثيل صغيرة خاصة بالعائلة المالكة، افراد العائلة المالكة اللي هي بتبقى والدته اللي هي تسمى موتوي، وكمان زوجته اللي هي نيفرتاري، وابنته اللي هي ميريت امون. وميريت امون طبعا ليها برضو هنلاقي ليها بعض التماثيل اللي هي كانت خاصة بيها، زي مثلا في الشرقية في تل باسطة وأماكن أخرى كان في التماثيل اللي كانت موجودة خاصة بميريت أمون ونيفرتاري طبعا زوجته، وكمان موت الملكة، موت الملكة الأم موت توي اللي هي والدة رمسيس الثاني. On the side of the thrones of the closely on the right and the left depicted the lotus and the various plants around the hieroglyphic sign سيماتاوي. على بقى الجوانب العرش بيبقى من على اليمين والشمال بيصور بيتم تصوير نباتات البارزي واللوتس، نباتات البارزي واللوتس اللي هي طبعا رمز الشمال والجنوب، وبيبقى كمان مرسوم علامة السيماتاوي، علامة السيماتاوي اللي هي علامة التوحيد، التوحيد ما بين الشمال والجنوب. Above the entrance of the great temple، فوق بقى المدخل بتاع المعبد العظيم، is a niche في فجوة with large falcon headed statue of the sun god Ra Hor Akhti. فوق بقى المدخل العظيم للمعبد في فجوة فيها صقر ضخم، صقر برأس ضخم، تمثال بصقر رأس ضخم of the sun god هو Ra Hor Akhti. يعني احنا لو بصينا تاني هنا، هنا التمثال ده اللي هو يمثل الصقر وهو يمثل راع حور أختي، وفي طبعا رأس وفوقيه رأس طبعا راع حور أختي. وهنا برضو لو بصينا هنلاقي هنا التماثيل الصغيرة اللي هي خاصة اللي احنا قلنا عليها بالعائلة، الأفراد العائلة المالكة اللي هي زوجة نفرتاري زوجته، وفي موت توي والدته، وفي ميريت آمون اللي هي ابنته. The wall of the north wall of the great hall is taken up by the battle of Skatish that took place in his fifth year as a pharaoh.
طبعا ال The Wall of the North Wall، الجزء الكلي من الحائط الشمالي لل Great Hall، للصالة طبعا العظيمة، مأخوذة فيها مناظر من The Battle of Kadesh، لمعركة كادش اللي هي حدثت in his fifth year as a pharaoh، اللي هي حدثت في السنة الخامسة من حكمه. يبقى احنا عندنا ان برضو في ابو سمبل تمبل او معبد ابو سمبل هنلاقي فيه انسكريبشن، نقوش بتصور لنا القصة بتاعة معركة قادش وازاي حدثت في زي الصورة دي هنا، صورة من معركة قادش طبعا مستخدم العجلة الحربية. وفي السمول تمبل برضو بيرمز في عهد رمسيس، عند رمسيس الثاني، ويقال ان اللي هو طبعا التمبل ده او السمول تمبل ده كان بدأ اللي هو يعمله رمسيس الثاني اهتاء طبعا لزوجته نفرتيتي، اللي هو كان بشكل اساسي. طبعا هنا هنلاقي بعض التماثيل اللي خاصة برمسيس وبنفرتاري، طبعا هي زوجة رمسيس الثاني. وهنا طبعا هنتكلم كمان عن النوبيان مونومنتس، من ضمنها ذا تمبل اوف وادي السبوع، معبد وادي السبوع من ضمن المعابد اللي هي كانت خاصه برمسيس الثاني وتم نقلها برضو، ودي صوره ليها، صوره من معبد وادي السبوع. وده الانسكربشن هنلاقي فيه هنا عندنا البايلون، وهنلاقي بعد ذلك الكورت، وفي الاخر فيه سانكشوري، من ضمن المعابد اللي هي طبعا وادي السبوع اللي كان عملها رمسيس الثاني وبدأ اللي هو يعملها. في الاخر هنا يا شباب بتمنى لكم التوفيق و